بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الحديث عن الإفلاس، والليلة نبدأ بإجراءات شهر الإفلاس. إجراءات شهر الإفلاس: أولا إدارة أموال التاجر المفلس. طبعا هنا بنقول مفلس معناها المحكمة المختصة غضت بشهر شنو إفلاسه. أول حاجة الأعمال التحفظية وتحصيل ديون المفلس. يتم تحصيل ديون المفلس مباشرة، الدعاوى القضائية والصلح، بيع أموال المدين المفلس والاستمرار في أعمال أعمال المفلس. ثانيا، حصل ديون المفلس، يبدأ الأمين. طبعا هيتم تعيين شخص هو أمين رسمي بتعينه المحكمة، الأمين الرسمي للتفليسة بتعينه المحكمة، يبدأ بعقد اجتماع مع الدائنين. أمين التفليسة بيبدأ عمله بعقد اجتماع مع الدائنين، يقوم الدائنين في الاجتماع ده يقدموا كل ديونهم إلى الأمين الرسمي بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس، ويقدموا ما عندهم من مستندات وبيانات اللي بتوضح تلك الديون التي هي على المدينة المفلسة. يعني يقدموا كل شيء عندهم بيوضح تلك الديون، وتثبت الديون بالطرق الآتية. أو واحد، إقرار مشفوع باليمين. الحاجة الثانية، بظهور الدائن بنفسه أمام المحكمة أو وكيل. يظهر الدائن بنفسه أمام المحكمة أو وكيل ويقدم المستندات المطلوبة بتثبيت دينه، لأنه البينة على من ادعى، فإذا كانت هناك مطالبات متعددة بالأجور مقدمة من عمال أو غيرهم، يعني في عمال شغالين مع الشخص الذي تم شهر إفلاسه، فيكفي أن يتم إثبات واحد منهم لجميع تلك الطلبات. يعني ناس شغالين كانوا مع المدينة الذي تم شهر إفلاسه، عمال موظفين محاسبين، بيكفي إنه واحد منهم يتقدم للمحكمة بتلك المطالبات. برضو الدائن الزول اللي بيقدم طلباته يتحمل مصاريف دينه ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. يعني أي شخص دائن قدم بطلب للمحكمة المختصة بعد شهر إفلاس التاجر المدين بيتحمل المصاريف، مصاريف دينه. طيب، دايرين نشوف كيفية توزيع الديون. الأصل أن الديون تدفع بعد ثبوتها دفعا يتناسب مع مقادير تلك الديون على التوالي ودون تمييز، وده جاء في الفقرة 6 من المادة 42 من قانون الإفلاس. ولكن هناك ترتيب، هناك أولويات للدفع لبعض الديون، وده رتبته المادة 42 الفقرة 2. أول ترتيب: جميع الديون التي تكون للحكومة قبل المدينة. ليه للحكومة؟ لأنه ده دين عام، دين للشعب كله، دي بيدوها الأولوية. الدين الحكومي، الدين العام، يدوه الأولوية في الترتيب. بيتجي طوالي بعدها بصورة مباشرة جميع الرواتب والأجور. الناس العمال الموظفين المحاسبين الشغالين معاه بيجوا في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة جميع المبالغ المستحقة للمؤجرين، ما أجر له عقارات، ما أجر له مكاتب، ما أجر، دي برضها كلها المستحقات على الإيجار يدفعوها، دي بيدفعوها في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة جميع الحقوق المستحقة كنفقة،
المرحلة الخامسة جميع المبالغ التي تكون مستحقة كتعويض. جميع المبالغ التي تكون مستحقة كتعويض. بنشوف المادة 42 الفقرة 1، تكون مصاريف الإدارة بما فيها رسوم رسم المحكمة امتياز أول على مال التفليس المفلس، فأما أن تدفع تلك المصاريف بطريقة الأولوية على سائر الديون أو يحجز من الأموال المتوفرة للتوزيع المبلغ الذي يكون لازما لمصاريف الإدارة. ده هي نص طبعا قانوني، المادة 42 الفقرة 1 من قانون الإفلاس 1929. انتهاء الإفلاس، 200 بينتهي الإفلاس. بتهدف إجراءات شهر الإفلاس المدين إلى الوصول للحل المناسب الذي يعني يعيد لكل داين حقه على المدين المفلس. الانتهاء لحل مناسب، يعني مجموعة الدائنين قدموا طلباته، قدموا بما يشفع إنه هم فعلا دائنين لهذا الشخص المفلس. المحكمة الهدف الأساسي إنها تنتهي إلى حل مناسب، إلى حل مناسب. قد يكون هناك مشروع للصلح بين الدائن ودائنيه يلتزم فيه المدين بتسديد ما عليه من ديون، يعني يمكن يكون هناك مشروع للصلح بين الدائن والمدين. عندنا في القانون السوداني للإفلاس 1929 عرف الصلح في الإفلاس، وفرق القانون بين نوعين من الصلح. يعني القانون السوداني عرف الصلح بين الدائن والدائنين، بين المدين والدائنين، بين المدين والدائنين. أول نوع الصلح ومشروعات التسوية قبل الأمر بشهر الإفلاس. يعني قد يكون الصلح والتسوية تكون قبل ما المحكمة يعني تشهر إفلاس الشخص المدين. الصلح ومشروعات التسوية بعد صدور الأمر بالإفلاس، يعني صلح قبل صدور الحكم بالإفلاس وصلح بعد إشهار الإفلاس. طيب نشوف الصلح قبل صدور الأمر بشهر الإفلاس، ودائما بيقدم فيه المدين اقتراح للصلح للمحكمة للوفاء بما عليه من ديون. يعني بيقوم الشخص المدين يتقدم بمقترح للمحكمة إنه يوفي فيه ديونه. بعد ذلك إذا وافق أغلبية الدائنين على ذلك الاقتراح اعتبر الصلح مقبولا. يعني هنا مطلوب وموافقة أغلبية الدائنين، موافقة أغلبية الدائنين، هنا بيكون الصلح مقبول وعلى المحكمة تنفيذ الصلح، وعلى المحكمة تنفيذ الصلح. وهذا ما نصت عليه المادة 45 من شنو؟ من قانون الإفلاس. وهذا النوع من الصلح يعتبر بمثابة عقد يبرم بين المدين وجماعة الدائنين بموافقة الأغلبية والصدق عليه المحكمة. يعني الصلح ده وافقت الأغلبية يلزم تصديق المحكمة، يلزم شنو؟ تصديق المحكمة. وده هو الصلح قبل الأمر أو قبل الحكم بشهر إفلاس التاجر المدين. طيب بيشترط لشنو؟ أول حاجة موافقة أغلبية الدائنين، ده معناها ما شرط كل الدائنين يوافقوا، أغلبية الدائنين. الشيء الثاني تصديق المحكمة، إذا ما تم التصديق عليه من المحكمة لا ينفذ. تالي الله ينطوي على غش أو تواطؤ، يعني ما بينطوي على غش سواء كان من المدين أو بعض أو أحد الدائنين، ما ينطوي على غش أو تواطؤ. أن تتوافر في المدين غدر من الأمانة تدعو إلى ثقة الدائنين به. يا شباب معظم المدينين يعني ما بكونوا، يعني قد يكونوا حسن النية، أو بمعنى إنه من رضبهم ظروف وضعتهم في الموقف الفيودة، لأنه أصلا العمل التجاري بيقوم على الصيغة بين التجار، والصيغة براها متى ما توفرت تعتبر رأس مال. الصيغة متى ما توفرت بتعتبر شنو؟ رأس مال. طيب
الصلح بعد صدور الأمر بالإفلاس. قبل شفنا الصلح قبل صدور الأمر بالإفلاس، الآن نشوف الصلح بعد صدور الأمر بالإفلاس. وده جاءت في قبل مادة 46 الفقرة 1: إذا شهر إفلاس مدين فيجوز للأغلبية العددية من الدائنين الذين لهم ثلاثة أرباع. شوف قبل كان الأغلبية، لكن هنا ثلاثة أرباع الديون، والذين أثبتوا ديونهم أن يوافقوا في أي وقت بعد الإشهار إذا رأوا ذلك ملائما على قبول اقتراح بالصلح. يعني هنا في الصلح، في الصلح بعد صدور الأمر بالإفلاس يلزم توافر ثلاثة أرباع الدائنين، ثلاثة أرباع الديون، يعني عدد من الدائنين الذين لهم ثلاثة أرباع من الديون. هنا يكون العدد من الدائنين بيملكوا ثلاثة أرباع من الديون، يعني ممكن هي برضها يتم الصلح. في الحالة دي إذا وافقت المحكمة على الصلح أو التسوية يجوز لها أن تصدر أمرا بإلغاء الإفلاس وتمليك المدينة المفلسة أمواله. خلاص ثلاثة، يعني في بعض الدائنين بيملكوا ثلاثة أرباع الديون المطلوبة على التاجر ووافقوا على الصلح، المحكمة شنو؟ طوالي تلغي الأمر بشهر الإفلاس وتضع أموال اللي كان حجزته وخدت يده عليها عن طريق أمين التفليسة تملك التاجر ليباشر شنو أعماله. هنا هناك من الصلح ما أخذت به بعض التشريعات، وهو ما يسمى بالصلح الواغي من الإفلاس، وهذا النوع يقصر على المدين حسن النية، حسن النية سيء الحظ. يعني تلقى شخص مدين هو حسن النية لكن سيء الحظ، سيء الحظ. الصلح الواغي، وقد أخذ المشرع السوداني ليقي المدين المفلس من مغبة شهر إفلاسه والأخذ بيده إن كان حسن النية وفي مقدرته النهوض مرة أخرى من عسرته الطارية. الصلح الواغي في هذه الظروف يكون صيانة للمدين وصيانة للاقتصاد القومي، يعني بصفة عامة. طيب، غفل الإفلاس لعدم كفاية أموال المفلس. إذا كانت أموال المفلس قليلة ضعيفة لا تكفي بإدارة عملية الإفلاس، يجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة غفل إجراءات دعوى الإفلاس بناء على طلب ذي مصلحة في الأمر، وهم كانت ديون المفلس ضعيفة ما بتفي بأي حاجة. يعني ممكن للمحكمة عندها الحق في إنها تكفي الإجراءات دعوى الإفلاس بناء على طلب ذي مصلحة في الأمر، وهم الأمين الرسمي للتفليسة، والأمين الرسمي للتفليسة هو يعني شخص بتعين شنو المحكمة، أحد الدائنين المحكمة، ديل اللي حق لهم غفل الإفلاس لعدم كفاية أموال المفلس. طيب، دارين نشوف أركان جريمة الإفلاس. أول ركن شباب هي جرائم الإفلاس، إما تكون بالتدليس أو التقصير، وأيا كانت يلزم لقيامها فعل مادي، ويكون جسم الجريمة ويكون من جسم الجريمة، وهو هنا يتمثل في التوقف عن الدفع. يعني أول ما توقف ده فعل مادي يتوقف عن الدفع. الثاني ضرر لحق بالدائنين، ضرر لحق بالدائنين، أن يكون هناك تلازم بين التوقف عن الدفع وما أصاب الدائنين من ضرر. أول حاجة الأركان فعل مادي أن يتوقف عن الدفع، في ضرر لحق بالدائنين، أن يكون هناك تلازم بين التوقف عن الدفع وما أصاب الدائنين من ضرر. أركان جريمة الإفلاس: الركن المادي الأول صفة الجاني، وهي يكون الجاني مفلسا متوقفا عن الدفع، الجاني مفلسا متوقفا عن الدفع. الركن الثاني أن يترتب على فعل الجاني ضرر. الركن الثالث ركن التلازم، يعني أركان جريمة الإفلاس ثلاثة: الجاني توقف، ترتب على الضرر، وفي تلازم بين شنو
في تلازم بين التوقف والضرر. طيب رد الاعتبار، ماذا يعني رد الاعتبار؟ ماذا يعني رد الاعتبار؟ يقصد بإعادة رد الاعتبار إزالة الآثار المترتبة على حرمان المفلس من الحقوق السياسية والمدنية، أي تمكينه من استعادة الحقوق التي سقطت عنه واسترداد مركزه الاجتماعي ورفع الوصمة التي لحقت به في محيطه التجاري. يعني خلاص يرفع الاعتبار، يستطيع بعد يمارس كل الحقوق سواء كانت حقوق سياسية أو مدنية، واستعادة الحقوق التي سقطت عنه، ويبقى يستعيد مركزه المالي. آثار رد الاعتبار: زوال ما ترتب على الحكم بالإفلاس زوالا تاما، زوال ما ترتب على الحكم من الإفلاس زوالا تاما. أول حاجة طبعا اللي بترتب على الحكم بالإفلاس إنه التاجر لا يزاول عمل تجاري، يفقد الحقوق السياسية، لا يترشح للمجالس النيابية والغرف التجارية وغيرها. يعني دي كلها بترجع بالزول ويرجع، وبعد ذا التاجر ما يستطيع يمارس عمله بصورة طبيعية وبصورة مستقرة. ده بيعتبر رد الاعتبار، ويمكن دي الحاجة الأخيرة دارين نقولها عن الإفلاس. وبهذا بنكون خلصنا على الوحدة الثانية واللي هي الإفلاس. وإلى أن نلتقي في محاضرة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.